أعلنت فصائل المقاومة في جنوب لبنان استهداف منزل يتمركز فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين، وتم إصابته إصابة مباشرة. كما أعلنت استهداف تجمع عسكري آخر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راهب وتل الشعر. إلى هذا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية شنت قصفا مدفعيا على أطراف بلدة عيتا الشعب، كما استهدف بلدة ميس الجبل بالقذائف الفسفورية فضلا عن سقوط 12 قذيفة على أطراف بلدة رشاف.